مع بداية عام 2024 سيكون مراقبو السماء على استعداد للاستمتاع بمجموعة من الأحداث الفلكية المثيرة والتي قد لا ترغب في تفويتها، وستشمل هذه الأحداث التي ستأسر ألباب الملايين من عشاق الفلك الكسوف الكلي للشمس وزخات الشهب المذهلة، حيث سيلتقي كوكب المشتري والقمر مرة أخرى في السماء في 14 من فبراير في سلسلة من الاقترانات التي تعقب دورات القمر الشهرية حول الأرض. وسيكون عشاق الفلك في شهر مارس على موعد مع نوع من الخسوف الذي يعرف أيضاً باسم الخسوف الكاذب، ويحدث عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى بشبه الظل، فلا يسقط ظل الأرض على القمر ولا يحدث له خسوف حقيقي، بل تنخفض إضاءته بنسبة 10%. أما في أبريل فسيكون الحدث السماوي الأبرز هو الكسوف الكلي للشمس في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، حيث سيغطي القمر الشمس بالكامل. ومن المتوقع أيضاً أن يمر مذنب لامع بالقرب من الأرض خلال نفس الشهر، حيث يبلغ حجم هذا المذنب العملاق 3 أضعاف حجم جبل إيفرست، ويدعى 12P/Pons Brooks، وهو في طريقه بسرعة نحو الكواكب الداخلية للنظام الشمسي. وفي مايو ستصل زخات شهب إيتا أكواريتس إلى ذروتها في ساعات ما قبل فجر اليوم 4 من هذا الشهر قبيل شروق هلال القمر المتضائل مع بزوغ الفجر، وهو ما يتيح لمراقبي النجوم رصد جميع الشهب. وفي 19 من أغسطس سيكون البدر الثامن لعام 2024 هو القمر العملاق الأول من بين 4 أقمار عملاقة للعام الجاري، وسيكون أيضاً القمر العملاق الثاني الذي يعرف بالقمر الأزرق، كما سيشهد شهر سبتمبر أيضاً ظاهرة القمر العملاق الثالث في اليوم 17. أما في أكتوبر سيستمتع المشاهدون في نصف الكوكب الغربي بمشاهدة الكسوف الشمسي الحلقي للعام الجاري، وفي الغالب سيحدث في جزر المحيط الهادئ، وفي نفس الشهر سيحدث القمر العملاق الثالث. أما في 15 من نوفمبر سيكون عشاق الفلك على موعد مع آخر قمر عملاق خلال هذا العام، بينما سيجتمع في 4 من ديسمبر ألمع جرمين في السماء بعد الشمس، القمر والزهرة، وذلك في المساء المبكر، وسيكونان قريبين بما يكفي لمشاهدتهما معاً من خلال المنظار.